اهلا بكم. الجفون تبقى نايم فتشوف حلم جميل جدا اثناء نومك، تفوق من الحلم ده بين النوم واليقظه تبص تلاقي عندك شلل في كل اعضاء جسمك، صوتك مش مسموع، مش قادر انك انت تصدر اي حركه. قبل ما نبدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. وخلونا نبدا مع بعض. لما بيجي الانسان ينام بيشوف حلم، يصحى من الحلم ده يبص يلاقي كل اعضاء جسمه فيها شلل تام، والحلم ده ربما يكون حلم جميل، عايش قصه جميله جدا، مثلا بتشوف نفسك انك انت وسط مجموعه من الشباب، او وسط مثلا مول بتشتري بتتسوق، او انك انت ماشي في مكان فجأة الحلم ده ياخد صورة تانية، صورة تدريجية، ان في حد بيطاردك، حد بيجري وراك، حد عايز يزيك، او انك انت بتقع من مكان عالي، او انك انت بتجري وسط المقابر، او ان في حد بيحاول ان هو يهجم عليك بحاجة. ومرة واحدة تفوق من النوم تبص تلاقي عندك شلل في كل اعضاء جسمك. الحالة دي بتسمى ايه؟ بتسمى الجاثوم. ابن سينا بيقول في كتاب القانون ان الحالة دي تسمى مقدمة الصرع، وهي احدى العلل الثلاث اللي هي الاصابة بالسكت والاصابة بالصرع والاصابة بالمناية اللي هي مقدمة الموت. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان الحالة دي ما بتستمرش كتير مع اي واحد فينا، كل المدة اللي بتستمرها يدوبك من 10 ثواني ل 30 ثانية بس. المعاناة اللي الانسان بيعيشها اثناء الحالة دي لا يعلم بها سوى الله، ناهيك عن ان الانسان مش قادر ان هو يتكلم، او مش قادر ان هو يصرخ، وفجأة ممكن لو حد نايم جنبك يقولك انت بتصرخ ليه، صوتك يعني انت قومتني مفزوع، يجي الانسان مش حاسس، يعني عمال بيزعق بينادي بيصرخ وصوته مش مسموع، فجأة واحدة الصوت يجي طالع مرة واحدة يفزع كل اللي موجودين معاك في البيت. الحالة ديت يا اخي الكريم لما تتعرض ليها هقولك ايه الاسباب اللي بتأديك للحالة ديت، ولكن عايزك اثناء وجودك فيها لا قدر الله انك انت تقول كلمة واحدة بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. صعب عليك؟ قول بس لا حول ولا قوة إلا بالله، هتنفك عنك في ثواني. أذن، من انتش حافظ الأذان؟ أكيد انت حافظه. أذن هينصرف عنك الجاثوم ده. حاول انك انت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اذكر الله، اقرأ سورة الفلق، اقرأ سورة الفاتحة، المهم انك انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، والحالة دي هتنصرف عنك على طول. ولكن هي لها مقدمات ولها بدايات. الجاثوم لما بيجي للإنسان بيكون على ثلاث أمور. الأمر الأول إما أن الإنسان ده مكتئب، أو عنده حالة توتر شديدة، أو مثلا عنده خوف أو متخوف من شيء، أو نايم زعلان. في الحالة اللي بيكون فيها عندك اكتئاب أو زعل أو توتر ابعد عن النوم، حاول أنك أنت تتمشى شوية، غير جو، غير من نفسيتك، شاهد التيفي، شاهد الموبايل، اقعد قدام الموبايل، اسمع أي حاجة، المهم اخرج من الحالة النفسية اللي أنت عايش فيها ديت، وما تحاولش أنك أنت تنام وأنت في حالة نفسية سيئة، لأن اعرف هيجي لك الجاثوم على طول. تبص تلاقي نفسك شايف حلم جميل، وفجأة صحيت من الحلم ده بين النوم واليقظة تبص تلاقي أعضاء جسمك كلها ما بتتحركش. الحالة التانية من ضمن الحالات أنك أنت بتكون نايم على جنابة، وده شيء منهي عنه في الإسلام نهائيا، ولازم أن الإنسان لما يكون على جنابة أبسط الأمور خالص أنك أنت تتوضأ وتنام، ما تنامش كده، لأنك لو نمت في الحالة ديت أول حاجة هتصحى من النوم تبص تلاقي جسمك متكسر، ما أنتش قادر تحرك أي عضو منه، تحس أنك أنت كنت شغال بقالك 20 سنة في أي شيء، تحس بجسمك همدان. فلازم أنك أنت أبسط المسائل أنك أنت تقوم تتوضأ. ما عنديش مجال والله أن أنا أستحمى، خلاص زي ما قلت لك الوضوء. الأمر الثالث وهو المهم جدا، أن ربما يكون الإنسان واكل أكلة تقيلة، يعني أن أنت أكلت أكلة وحشيت معدتك وما أنتش قادر تاخد نفسك ورحت نمت، مجرد ما تنام هتشوف كوابيس لا تعد ولا تحصى. طب أنت في غنى عن كل ده يا أخي الكريم، فما تحاولش أنك أنت تنام ومعدتك تقيلة. ده الثلاث حالات اللي الجاثوم بيجي بعدهم، أن الإنسان يكون متوتر وخايف ومكتئب وحزين ابعد عن النوم، ولو جيت تنام اقرا اذكارك ونام على وضوء. ان الانسان يكون على حاله جنابه، وده الامر الثاني. ان الانسان يكون واكل اكله تقيله. الدكتور حسان شمسي باشا هذا رجل الف كتاب عن النوم والاحلام والارق، قال ان الجاثوم ده ممكن يكون عارض، يعني بيجي لك على فترات متباعده، واما ان يكون الجاثوم ده متكرر. فاذا كان متكرر فحاول انك انت تقرا الاذكار بتاعتك وتنام على وضوء وتسمع رقية شرعية، أما إذا كان عارض حاول أنك أنت تخفف من الأطعمة، وربما يكون بسبب الأدوية. المهم يا أخي الكريم عايزك لما يجي لك الجاثوم ده أنك أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات، تقرأ الإخلاص، اذكر الله بس وانت نايم اثناء الجاثوم، هينفك عنك نهائيا. هتقول لي سنة مربوط، اذكره في سرك
وده كفيل ان هو يشيل عنك الجاثوم، تمام؟ وحاول انك انت تتحرك وان شاء الرحمن ينزل عنك. ده الجاثوم بيمر على ناس كتيره جدا مننا، انا ذات نفسي جالي مرات لا تعد ولا تحصى، واكيد انت مريت بالتجربه ديت. فشارك المقطع ده لغيرك لعلهم ان هم يستفيدوا لما يمروا بالحاله ديت، ان هم يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، او يقروا ايه الكرسي، او يحصنوا نفسهم كويس ويبتعدوا عن حاله النوم في الحالات اللي انا قلتها. لو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليكم مقطع تحت، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم في امان الله.